السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مجددا في الوحدة السادسة من محاضرة اللغة الإنجليزية الطبية، الجزء الثاني الذي يتحدث عن المصطلحات الخاصة بالجهاز الليمفاوي والجهاز المناعي. سنتحدث في هذا الجزء الثاني من الوحدة السادسة من محاضرات الليمفاتيك سيستم اند اميون سيستم، الجهاز الليمفاوي والجهاز المناعي، عن المصطلحات التي لها علاقة بهذا الجهاز الليمفاوي وذات العلاقة بالجهاز المناعي. إذا جينا احنا نشوف الكلمات، في عنا الكلمات هذه، وأنا هن بطلب من الكلاس إنه يجد المعاني العربية لهذه الكلمات كأحد الواجبات الأساسية التي ممكن أن تدخل في الامتحانات ويركزوا عليها، يجيبوا معناتها باللغة العربية ويشرحوها في هذا الجزء. الميديكال تيرمز هنا لو شفنا الوورد بارت والعربيك مينينج زي كده، السلايد اللي فات زي كده بتجيبوا معنى الترم باللغة العربية، هيكون في ملف خاص بهذا السلايد، خاص هنا نفسر فيه عشان نعمل الأمثلة ذاتها. Acquire Immunodeficiency Syndrome اللي هي متلازمة نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. Allergen يعني معناتها حساسية أو المسبب للحساسية. Anaphylaxis هي الحساسية المفرطة. Antibiotic معناتها مضاد حيوي. Antibody الأجسام المضادة أو الجسم المضاد في داخل الإنسان. Antifungal اللي هي مضاد للفطريات. Antigen اللي هو المستضاد. Antigen Antibody Reaction اللي هي رد فعل المستضاد للأجسام المضادة. Autoimmune Disorder اللي هي اضطرابات المناعة الذاتية أو اضطراب الجهاز المناعي الذاتي. Bacilli اللي هي نوع من أنواع البكتيريا أو العصيات البكتيرية. بكتيريا هي مفسرة يعني معناتها بكتيريا. كارسينوما بيجي معناتها سرطان، وعلى حسب السرطان في موقع معين، مثلا هنا كارسينوما انسيتو او انسايتو، هنا بيصير ايش، في كانسر في موقع معين. كومبلمنت اللي هو التكامل او الاكمال لاحد الوظائف التي لها علاقة ببعضها البعض، تكمل بعضها البعض. سايتو ميجالو فيروس، شوف لو نكسر المصطلح هنا، سايتوميجالو فيروس اللي هو الفيروس المضخم للخلايا. سايتوتوكسيك دراجز الفيروس او البكتيريا عفوا الادويه المضخمه عفوا الادويه المضخمه للخلايا. داكتال كارسينوما انسوتو سرطان القناه في موقع معين او في محدد، يعني حسب الجزء التشريحي اللي تقع فيه في جسم الإنسان. هيموليتيك انحلال أو تحلل. هيربس زوستر مرض الهيربس زوستر معروف الهيربس. هاتشكنز ليمفوما اللي هو سرطان الغدد الليمفاوية اللي يسمى هاتشكن ديسيز أو هاتشكن ليمفوما، كنية باسم العالم اللي اكتشف هذا المرض اللي هو سرطان الغدد الليمفاوية. في عنا كمان اللي هو Human Immunodeficiency Virus. Human Immunodeficiency Virus فيروس نقص المناعة المكتسبة أو البشرية اللي هو فيروس الإيدز. Immunodeficiency Disorder في هنا عنا اضطراب نقص المناعة لحاله اسمه Immunodeficiency Disorder. في كمان مصطلح الإميونوجلوبيولينز أو الجلوبيولين المناعي، هذا الجلوبيولين المناعي اللي هو إميونوجلوبيولينز. إميونو سوبريسنت، شوف هنا طلع كيف، إميونو سوبريسنت مثبط للمناعة، هنا المصطلح هذا يلفظ إميونو ثيرابي
immunotherapy أو العلاج المناعي. Infectious mononucleosis. Infectious mononucleosis. تمام؟ اللي هي كرات الدم البيضاء اللي بتصبح معدية. هي احنا بنعرف انه كرة الدم البيضاء وظيفتها الدافع عن جسم الانسان، لكن في حالات معينة في التهابات اللي بتصيب خلايا الدم البيضاء بتصير الخلايا بدل ما هي دفاعية بتصير هجومية. Infiltrating duct carcinoma، كمان مرة Infiltrating ductal carcinoma اللي هو سرطان القنوات اللي في تقع في مختلف أجزاء الجسم، اختراق هذا الاختراق أو تآكل هذه القنوات بسبب الكانسر. انترفيرون اللي هو الانترفيرون المعروف في أحد الإنزيمات. ليمفا أدينايتس كمان مرة هنشوف للتكسير بين قوسين. ليمفادينايتس اللي هو التهاب الغدد الليمفاوية، ايتس احنا قلنا التهاب في اخرها. شوف عنا ثلاث مقاطع، ليمف ادينايتس التهاب الغدد الليمفاوية، ليمف ادينوباثي ليمفادينو او ادينو، هي ادينو هنا في الوسط، وليمف لحالها وباثي لحالها اللي هي اعتلال او مرض في الغدد الليمفاوية. ليمفانوجيوميا اللي هي ورم الأوعية الليمفاوية. ليمفيديما اللي هي الوذمة أو الإديمة الليمفاوية. المصطلح الآخر ليمفوسايتس اللي هي الليمفاويات أو الخلايا الليمفاوية. ليمفوكاينيز اللي هي الليمفوكينات أو الكينات الليمفية. ليمفوما اللي هو الورم الليمفي أو الكانسر. ليمفوسينتيغرافي كمان مرة ليمفوسينتيغرافي، شوفها هان بين القوسين كيف. ليمفوسينتيغرافي اللي هي تصوير الغدد الليمفاوية زي ما بصوروا العظام، في أشعة على العظام، في أشعة على السي تي، في أشعة على الام ار اي، كل شيء في الجسم له تصوير وإشعاع. هنا الإشعاع أو المختص الآلية بتصوير الغدد الليمفاوية اسمها ليمفوسينتيغرافي. ماكروفاج اللي هي الخلايا الهاجمة أو الضامة اللي بتاكل او بتدافع او بتبتلع الخلايا الضارة الاخرى في الجسم. ملاريا طبعا معروف كلمة الملاريا لمرض الملاريا العادي اللي احنا بنعرفه. ماموجرافي التصوير الشعاعي للثدي، الثدي احيانا بنضطر انه نصور الثدي لاكتشاف الأورام وسرطان أو التليفات اللي موجودة في الثدي في صورة أشعة مختصة بالمنطقة هاي، فهذا يسمى ماموغرافي. ميتاستازيس لانتشار الخلايا السرطانية، الخلايا السرطانية عندما تنتشر في الجسم بنسميه إحنا ميتاستازيس. ميتاستازيس وميوما، مايوساركوما، نون هاجكنز ليمفوما، اوبورتونيستيك انفكشن، اوستيو ساركوما، باراسايت باثوجين، رابز ريكيتسيا. مطلوب منكم تجيبوا المعاني العربية. انا تركت جزء اللي هو السلايد الاول من هذا المحاضرة والسلايد هذا كمان بالإضافة إليه، يعني تاخدوه من الجدول زي كده، تاخدوا الجدول نفس الجدول نفس الأسايمنت اللي فات، بتركبوا الكلمات العربية فوق كل مصطلح.
نفس الشيء. الشاشة الأخيرة في هذه المحاضرة في العشرين مصطلح هدول، هنا 10 واللي فاتوا 10، اللي هي روبيلا، ساركوما، سبايرو سيتيز، سبلينو ميجالي، ستافيلو كوكساي أو ستافيلو كوكاي، هي ستافيلو كوكساي، ستريبتو كوكساي، ستافيلو ستريبتو كوكساي، هذا نوع من أنواع الميكروبات، نسهل عليكم شوي. تيلي ثيرافي، تيتانوس، توكسوبلازموسيس، فارسيلا. وأيضا مطلوب منا نجيب المعاني باللغة العربية. شكرا لكم على حسن الاستماع ومتابعة قناة اليوتيوب دكتور عطا محمد القيسي، ألقاكم في محاضرة قادمة إن شاء الله.